يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. الحق في الأمن قيمة أساسية من حقوق الإنسان، ويكتسي أهميته هذه نظراً لاتصاله بالحياة اليومية للمواطنين في الشارع العام. فعلى إثر انتشار ظاهرة التسيب الأمني وكذا ارتفاع معدلات الجريمة، كيف أصبح المواطنون اليوم يتعايشون مع هذه الظاهرة؟ وما هي الحلول الناجعة للحد منها؟ لنشاهد. الأمن كنحس فيه في شي أوقات، بحق شي أوقات طبعا ما كنحسش بالأمن. أنا بالنسبة لي كواحد من هذه المدينة هذه، فاش كنخرج مع عمري ما حسيت بشي حاجة من غير الأمن. ما كنسمعوا بان كاين في جوايه اخرى هنا في طنجه بان كاين الناس ما كتحشي بالامان، كاين مناطق اللي هي كومون لي كيغاش دي ترون واخ اللي كيعيطوا لهم، يعني مناطق سوداء. كاين ناس مزيانين بحال اللي كاين ناس ماشي مزيانين. كتكون ماشي في زنقه ضروري كتشوف شي واحد كتبقى تحضي راسك منه، كتبقى فهمتي كتخاف، خصوصا حنا البنات كيكون الخوف شويه زايد على الدراري. الامن ناقص لان وقع بزاف ديال الفوضى، بزاف ديال الاحياء اللي هي هامشيه اللي كتخلق الشباب اللي بلا خدمه بلا صنعه بلا حرفه، وهذاك الشباب فاش غادي يعمل؟ ما عندوش فين يتلهى، فين يشتغل؟ والاغلبيه لانه يكون محتاج في المصاريف ديالو، خصو البليه ديالو، خصو باش يتقهوى، خصو باش يتنقل، وهادشي كامل كيجعلو باش يمشي يخلق السيبه في البلاد. ما عمري ما وقعت لي هذيك انني تبقى لي شي حاجه في الزنقه ولا سبيسيالمون في طنجه، ما كاينش شي حاجه دكريساج ولا شي حاجه، الوغ ما عادي في اي ساعه كنخرج. كنخاف على راسي بزاف ديال الحاجات على حسب الكريساج، و عندك شي واحد يأذيني ولا شي حاجه. كاين خوف من اي واحد فهمتي، وهذا الشيء راجع من بزاف ديال المسائل، لانه كتخلي دائما خايف من اللي ما كتعرفوش ولا فهمتي. الصراحه كنخرج زعما عادي على حسب البلايص فين كتمشي. الصراحه مثلا هنايا في المدينه وهذا الشيء كتكون الدنيا عامره وكذا فهمتي، صعيب زعما يهضر معك شي واحد ولا شي حاجه. وملي كتكون في شي بلايص اللي شويه فهمتي ما عمرك مشيتي لهم ولا هذا، ضروري كتحس بشويه هذا الخطر فهمتي، ما كتعرفش الناس ديالهم كي دايرين. لا ما كاينش الامن، ضروري ما تحسش بالامن، حيت كاين شفاره، كاين الغداره، كاين بنادم واخا انت ما دي حرفان فيك ولا هذه، راه الامن عمره ما كيكون. هو كاين ولكن بالنهار ماشي بالليل، سيرتو حنا كنكونوا خدامين في الليل ملي كنجيو شويه معطلين، دونك كاين المضايقات من طرف الشباب اللي ما عندهم ما يضار بهذا المعنى هذا. ديما الانسان يعمل احتياط لراسو، ملي يكون خارج من الدار بسم الله ديما خصو يبقى يدور من لوري، ضروري يكون بنادم دابزه من الله يجي هذيك انتينا فهمتي. بزاف ديال الحاجات ما احسن كنوصي الناس ما يعملوش الامن. خص يكون بزاف ديال البوليس في الزنقه لان كنشوفوا هذا الشيء قليل. ثانيا خص يكون بعد الترابي، خصهم يزيدوا يكثروهم شويه يبقاو يدوروا دوك الدوريات ديال الشرطه كنظن فهمتش. ما يمكنش نقولوا فين المشكل بالضبط، حيت المجتمع كامل خص من الصغر من المدرسه من الدار بالضروره، ماشي نقدر نقولوها فين المشكل ولا فين الجرح. هي سهله في نفس الوقت السهل ممتنع، سهله ومن حق في نفس الوقت صعيبه. خص الدوله اول حاجه تقوم بالدور ديالها ان هذيك المناطق اللي هي مهمشه يكون فيها مراكز ديال التوعيه ومراكز ديال التربيه، ويكون عندهم مدارس تاهما، ويكون عندهم تاهما شغل باش ما يخرجوش انهم من الاجرام، ما يخرجوش من الهامش ديال الاجرام، ما يحسوش بانهم مهمشين. وثاني حاجه هو انه الناس كامله تعرف شنو هي الحقوق ديالها وشنو هي الواجبات ديالها. تكون السلطات في الشارع، تكون في الاماكن، تكون يعني يكون الامن منتشر في اي مطاع. الدوله هي مسؤوله في المرتبه الاولى، لان كيخص هاد الشباب تخلق لهم اشياء اللي باش يتعلموا، اللي باش يعملوا الرياضه، اللي باش يعمروا الوقت ديالهم واحد الناحيه. والتربيه، التربيه هي اساسيه، لان حنا كنشوفوا هذا الشيء وصل حتى التلاميذ وحتى الطلبه وحتى يمس كاع شرائح المجتمع كله. التوعيه خاصها تكون اصلا، وهي تربيه سلوكيه، وبزاف ديال الحلول كاينين، يمكن نتعلقوا من روسنا ونبدلوا بزاف، نبدلوا راسنا ونبدلوا المجتمع ونبدلوا النظره اللي عندنا. واخا كاين مخزن ماشي مخزن بزاف، ضروري خصو يكون مخزن بزاف كحضينه بعدا. اولا حنا اصلا ها دابا ما كتشوفش شي مخزن كاين بزاف ولا هادي، وكنتمنى زعما نربي اللي يحدينا ماشي ملعب ما كيحدي والو.